كنعرفوا بانه الماء كيسهل العمل ديال الكلي وما كيتعبهاش. ففي شهر رمضان الاشخاص كيحاولوا يشربوا الماء في الليل باش لا جورني في النهار يكون الكلي ما نقصش ماء، جسم الانسان فيه الماء الكافي. لكن مع الاسف كينساو بانه في شهر رمضان اش كنديروا من اغلاط، كياخذوا بزاف السكريات، كياخذوا بزاف الاملاح، والماء اللي كيشربوا في الليل كله كيمشي باش يخرج هذيك السكريات وهذيك الاملاح، ما كيجي يبدا النهار حتى كيكون الماء نقص في جسم الانسان. فلا بغينا نحافظوا على الماء اللي كنشربوه، اللي خصنا نشربوه بانتظام من الفطور حتى للسحور، قد ما قدرنا نشربوا الماء، ماشي العصير، ماشي الاشياء، لان العصير ما كينفعناش، بالعكس حيت العصير فيه سكريات، يعني خصو يخرجوا ديك السكريات معهم داك المياه، اما المياه اللي فيهم او لا مياه اخرى اللي حنا كنحتاجوها. اذا حنا نقصوا من السكريات، الاملاح كذلك نقصوا من الاملاح باش نشربوا الماء، لان الماء اللي غنشربوا يقدر يبقى ويساعدنا في اليوم، الا والا غادي نبقاو نحسوا بواحد العطش. والعطش اشنو معنيته؟ ماشي غير الاحساس بالعطش، معني جات الانسان نقصت من الماء، فكل شيء كيضر جميع اعضاء الجسم، كنبقاش نفكروا مزيان، كتجينا بحال الدوخه، كنبقاو شويه معصبين الى اخره، فهذا كله نقصان الماء. نشربوا ما امكن في الليل، ما يخافوش الناس انهم كينوضوا باشي البول او لا لا لا، يشربوا الماء كما قدو، ما يشربوه ماء ماء، يعني الماء ماشي يقول العصير غيعوض ليا، الشربات غيعوض ليا، لان هادو كيكلفوا براسهم. علاش؟ السكر ملح غادي يخرجوا الماء، حنا بغينا الماء بوحدو باش الماء يبقى لنا في اليوم. وان شاء الله الا خديتوا هاد النصائح تكون مرتاح، لان الانسان كيكون ماء عنده كيكون بحال الكيلي تاع جسم الانسان، وراحته وباله كيكون مرتاح.